الله يخليهنا دائما امين. بارك لنا ربي في العمر ديالو دائما آمين. على طول ابد دائما يا سي الرحمن الرحيم. ولا لي خط علينا ولا لي خط الرجال على بعضياتهم. بارك الله عليكم جميعا. اليوم كنوقفوا مع الاخوان ديال الاحرار في هذه الوقفه هذه اللي من خلالها كنعبروا على التضامن ديالنا وعلى الاستعداد ديالنا للدفاع على القضيه ديال القضيه الوطنيه اللي هي قضيه الصحراء المغربيه. وهذه سنوات وحنايا كان يعني الدبلوماسيه ديالنا والخارجيه ديالنا ديال المغرب قايمه بادوار كبيره على الساحه على مستوى العالم، خاصة المستوى الأوروبي اللي فيه كتنشط عصابات البوليزاريو، واللي الأحداث الأخيرة اللي كانوا داروا في إسبانيا يعني أعمال لا أخلاقية. وهذه المجهودات وهذه الدبلوماسية اللي خدام بها المغرب في صمت وفي هدوء يعني أثبتت أنها دبلوماسية صحيحة، والدليل هو الاعتراف ديال الولايات المتحده بالامس بمغربيه الصحراء وبالسياده ديال المغرب على الاراضي الصحراويه ديالو. فاحنا في هذه الوقفه هذه كنقولوا باننا دائما مجندين كرجل واحد وراء صاحب الجلاله للدفاع عن جميع الثوابت الوطنيه بما فيهم قضيه الصحراء وجميع القضايا اللي كتعلق بالثوابت ديالنا. وفي هذا الاطار هذا كنقولوا احنا دائما مع صاحب الجلاله، وكنقولوا دائما عاش الملك، والشعار ديالنا دائما غادي يكون هو الله الوطن الملك، والمغرب راه هو المغرب بصحرائه وبجميع مناطقه، والله معنا ان شاء الله وما يكون غير الخير. وتحيه لهذا الجمهور وهذا الحضور اللي حضر هنايا اللي كيعبر فعلا على اننا عندنا وطنيين في البلاد وعندنا الناس اللي كيحبوا المغرب وكيحبوا الملك ديالهم. فكنتمنى ان هذا الشيء ان شاء الله يدوم والمغرب تحقق ليه واحد الرقي وواحد الازدهار مع هذا القرار، لانه قرار فعلا مهم ان شاء الله غادي يكون من وراه نتائج مهمه ان شاء الله. اليوم جينا ندوا بالصحراء ديالنا اللي صراحه كنفتخروا بالقرار الدبلوماسي اللي اتخذ المغرب مؤخرا، وهذا قرار زعما صراحه كنفتخروا به كمغاربه وكمجتمع المدني. كنقولوا لجميع الاطر الساميه شكرا بزاف على هذا القرار. احنا اليوم موجودين هنا كمجتمع المدني ولا كسكنه مدينه طنجه عموما، احنا كنعبروا على الفرحه ديالنا على التاكيد ديال سيدنا نصر الله ينصره في خطاب البارح، يعني جاء موضوع وزاري على حسب الصحراء، بان الصحراء ثبتت ماشي عاد رجعت مغربيه، لان الصحراء من الاول وهي مغربيه. الان حنا كنحتفلوا لان تعطالة اسم وصافي ما عندهمش فين يتكلم حتى شي واحد عاد من بعد على الصحراء مغربيه، وعاد تبقى مغربيه ودائما كانت مغربيه من طنجه حتى القويره. كنهني جميع المغاربه على هذا الاسم هذا وعلى هذا النهار هذا. ان شاء الله احنا موجودين هنا حيت كنعبروا على الفرحه ديالنا. صحراء مغربيه وستظل مغربيه، شعارنا الخالد الله الوطن الملك. قبل الحضور ديالكم وكنشكروا المجتمع المدني اللي لبى هذا النداء ولبى هذه الوقفه ان شاء الله يا ربي مع باقي الوقفات ان شاء الله يا ربي. وكنشكركم بزاف، وتحيه طيبه ونهاركم مبروك وجمعه مباركه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.